مصر بتستضيفها النهارده؟ والله طبعا هو البطوله المستوى الفني فيها كان عالي جدا المره دي، والاعداد زادت عن البطوله اللي فاتت كتير، والاشتراك الاهتمام الخارجي يعني زاد، والناس ابتدت توصل من بره وتقدم وتيجي في البطوله. والمشاركة المصرية كانت برضو على قد المستوى، طبعا نتمنى انها تتحسن مع الوقت ان شاء الله، وده هدفنا احنا كاتحاد في الفترة القادمة ان شاء الله. خلينا نتكلم عن اهداف الاتحاد الفترة اللي جاية. اللعبة لسه جديدة في مصر، فازاي هيبقى في خطط للتوسع وانتشار اللعبة، وكمان ازاي هيكون في بطولات تانية مصر هتستضيفها ولا لا؟ والله هو احنا السنة دي مستضيفين تقريبا 8 بطولات، ده بالنسبة لموضوع البطولات. أما بالنسبة لموضوع الاتحاد، فإحنا هدفنا طبعا إن إحنا ننمي البطولة دي الرياضة في مصر عن طريق الاهتمام بقطاع الناشئين. طبعا موضوع الناشئين والاهتمام بيه ده أهم حاجة عندنا عشان نرتقي بالرياضة ونبدأ من قاعدة محترمة، وتبقى القاعدة أو الناشئين ينشأوا بتدريب صح. فبالتالي احنا الهدف ان احنا نمرن اكتر عدد من المدربين على التدريب الصح واللي من بره تبع الفت، بحيث ان هم يدوا الناشئين البيزكس المظبوطة للرياضة ويقدروا يطلعوا ويوصلوا بينا لاحسن الاماكن ان شاء الله في المستقبل. الهدف ايه من استضافة البطولات الدولية الفترة الحالية؟ احنا في 8 بطولات، فالاستفادة لمصر او للعيبة بتوعنا هيبقى هتكون ايه؟ طبعا الاحتكاك مهم جدا، وان احنا ننشر اللعبة في مصر. هي اللعبة في مصر منتشرة انتشار سوشيال او اجتماعي، هي رياضة اجتماعية الناس كلها بتحب تلعبها، بس احنا عايزين نضيف الجانب التنافسي فيها. فهو ده من اهم اهداف البطوله، ان الناس تتشجع وتعرف ان هي رياضه تنافسيه، والولاد الصغيرين يبداوا يتمرنوا ويدوها وقت اكبر. يعني الوزاره النهارده بالدعم او البطوله تحت رعايه الوزاره، فهل في دعم من الوزاره للاتحاد بشكل مستمر ولا الموضوع ماشي ازاي؟ طبعا احب اشكر معالي الوزير على الدعم المستمر ليه ووقفته معانا ومع الاتحاد ومع الشباب بوجه عام.